واحنا النهاردة عندنا محاضرتين إن شاء الله، هتبقى الأولى اللايف ستايل موديفيكيشن، هما محاضرتين مهمين يعني، أنا شايفة إن أنتوا تحضروهم مهم جدا، مش بس عشان يعني مش فكرة الدرجات والتقييمات وكده، هما مهمين عامة في الكلينيكال يعني، ما أنتوا هتشتغلوا بعد كده إن شاء الله كلينيكال كمان سنة سنتين، هيبقى مهم أوي بالنسبة لكم، لأن هو بالنسبة للأبروتش بتاع الفاميلي ميديسين مهم أوي اللايف ستايل موديفيكيشن، ومهم أوي الجيرياتريك هيلث، لأن الحاجات دي بيزكس يعني بالنسبة لنا، وبالنسبة لكم أكيد كل العيانين أو معظمهم هيحتاجوا لايف ستايل موديفيكيشن على الأقل في الأول. أنا طبعا مش شايفاكو ونفسي تبقى الدنيا فيه انتر أكشن شوية عن كده، بس إيه هي الظروف. طيب مين يعرف يقول بقى examples of lifestyle modification؟ يعني شاركنا كده يبدأ يقول إيه؟ يعني example of lifestyle modification، وإزاي lifestyle modification ده ممكن يفرق مع العيان؟ مثلا physical activity أو يوقف ال smoking. تمام، يفرق معانا في إيه؟ حلو أوي، يعني يفرق معانا في prevention لديزيز معين، يفرق معانا في إن إحنا مثلا ممكن prevention ال heart disease أو hypertension. تمام، حلو أوي. مين تاني شارك؟ ممكن حاجة زي الدايت يا دكتور. تمام، دايت، اكسرسايز، سموكينج ستيشن. ممكن ايه كمان؟ في حاجة دلوقتي احنا عايشينها كلنا وجديدة علينا وبقالنا سنة عايشين فيها اهي، ولازم معاها لايف ستايل موديفيكيشن. يعني هو كل الكلام اللي اتقال ده طبعا عظيم جدا وصح 100%، ان هو لايف ستايل مش يعني ممكن ينفعني ان هو يبقى بريفنتيف مثلا زي الدايت زي الاكسرسايز زي السموكينج، ممكن يبقى كمان كيوراتيف ان انا هعمل، او على الاقل لو هو مش كيوراتيف لوحده 100%، بس هيقلل الدوز بتاع الدراج، هيقلل لي السايد افكتس بتاعه الدراج، لان هو التشنجنج بتاع اللايف ستايل ده والبيهيفير موديفيكيشن هو عامه يعني بيعالج الروت بتاع الروت كوز بتاع البروبلم كلها. والميزه الثانيه اللي فيه ان هو تقريبا الميديكيشن الوحيد اللي انا محتاج ملوش سايد افكتس خالص، يعني انا لو انا همشي عليه مش هيبقى له سايد افكت خالص بالنسبه لي غير اي ميديكيشن لازم هيبقى فيه. ده تاني حاجه ميزه بالنسبه لللايف ستايل موديفيكيشن. طيب الحاجه بقى المهمه كمان بالنسبه له، ان هو مش بس في كل الاحيان بيبقى بس بروتكتيف او بريفنتيف، او ان هو يقلل البردن بتاع الديزيز او السايد افكت بتاع الدراج، ده هو ساعات في بعض الاحيان بيبقى لايف سيفنج. يعني احكي لكم مثال، مثلا قصه كده، عيانه كانت ريلاتيف ليا قوي وقريبه ليا جدا، العيانه دي كانت كرونيك رينال امبيرمنت وماشيه، هي كانت توتالي كومبلاينت يعني تمشي بالظبط زي ما مطلوب منها بالنسبه لللايف ستايل موديفيكيشن يعني ايه بالجرامات. فجت في وقت كده في مره بدات تاكل فروت كده فيها بوتاسيوم كتير اللي هو الكانتالوب المدور ده، قعدت تاكل فيه مثلا 3 ايام، رابع يوم كانت في العنايه. هو اللايف ستايل موديفيكيشن على عكس ما احنا كتير مننا متوقعين، او حتى العيانين متوقعين ان هو مجرد كلمه ايه يعني لارضاء الضمير كده، لا ده هي ساعات بتبقى لايف سيفنج، لان مثلا ناس زي اللي هم عندهم رينال فيلير دول يبقى مثلا لو خدوا ملي جرامز كتير شويه من البوتاسيوم ممكن يدخلوا ايه في اريزميا وهايبركاليميا، ويبقى الدنيا يعني ايه خلاص فيتال بالنسبه لهم. هي مش مجرد كلمة ان هو مثلا ايه هنقلل عشان نقلل الدواء، هنقلل عشان ما يعني ما يجيليش دايابيتس، هعمل اكسرسايز عشان اقلل شوية الدوز بتاعة الدراج بتاعة الهايبرتنشن، هقلل الصوديوم انتيك عشان ما يعلاش الضغط، كل الكلام ده كويس طبعا وهو بريفنتيف تماما يعني، بس كمان مش هو بريفنتيف بس وكيوراتيف، لا ده هو في بعض الاحيان بيبقى ايه لايف سيفنج زي ما قلنا. معايا دكاترة كده ومركزين ولا لسه ما صحيناش؟
مع حضرتك كده. ماشي تمام. يعني انا عايزه اخد انتر اكتف شويه، انا عارفه يعني الواحد بيبقى لسه صاحي بيبقى مش عارف، بس يعني يركز، بس يعني انا بقدر الامكان. طيب هل هو سهل اصلا تغيير البيهيفيورز واللايف ستايل وكده؟ طبعا مش ايزي تاسك خالص، اكيد اكيد. يعني كلنا حاولنا نغير على الأقل حاجة واحدة في اللايف ستايل بتاعنا، وقعدنا نغير فيها سنين ولسه مستمرين وما تغيرتش أكيد يعني. ماشي. أنا لو جالي بقى عيان مثلا هايبرتنسز وعنده ايه 39 years old، اللي هو الايدج اللي هو المفروض يبقى فيه ايه برايمري هايبرتنشن، مش هنقول اللي هو سكندري أو حاجة يعني ايه غريبة السن ده، وجاي بقى له مثلا سنين ماشي على، بقى له شهرين ثلاثة ماشي على انتي هايبرتنسيف وما بيظبطش الضغط، يعلي الدوز يعمل الحاجات ما فيش، ده ممكن يبقى البروبلم بتاعته ايه؟ يعني ممكن يروح مخي ايه او افكر في ايه؟ حد يحب يقول معانا؟ ياخد مثلا هاي سولت انتيك، تمام جميل جدا. ايه كمان؟ ما بيعملش فيزيكال اكسرسايزز، ممكن اوبيستي، رائع رائع. ممكن سموكينج برضو. ماشي طبعا، او كمان بالذات لو هو كومبليكيتد، يعني السموكينج يبقى اكتر في الكومبليكيشنز كمان. تمام. يعني هو في اول حاجه خالص هتيجي في مخنا ان هو العيان ده عنده نون ادهيرنس او نون كومبلاينس سواء للدراج او لللايف ستايل موديفيكيشن او كده، يعني كل الجايد لاينز حتى بتاعه الامريكان هارت اسوسيشن وكده في البري هايبرتنسيف وحتى في ستيج 1 هايبرتنشن بيحطوا اول حاجه لايف ستايل موديفيكيشن، يعني دي معناها انها كلمه مهمه وانها افكتيف، لها على الاقل ايه لها يعني تاثير جامد، وان هي مش مجرد كلمه هنكتبها وخلاص ان هي مثلا نرضي بيها ضميرنا او ان احنا خلاص معنى كده ان احنا يعني عملنا اللي علينا، لا هي افكتيف بدرجه عاليه جدا. تمام كده، ولها وايفيدنت بيزد كمان. فممكن احنا اول حاجه تيجي في مخنا خالص ان هو العيان ده نون ادهيرنس، هو مش محافظ على البراك بتاعته او على اللايف ستايل عامه، زي ما قلت كده سولت انتيك، زي ما قلت الاوبيزيتي، ما فيش فيزيكال اكسرسايز. طبعا فيزيكال اكسرسايز بيفرق مع العيان وبيحسن خالص الهايبرتنشن، كل الحاجات دي ممكن تبقى بقى طبعا سكندري كوز، مثلا حاجه رينال، حاجه في السوبرا رينال جلاند، كوشنج، اي حاجه بتعمل هايبرتنشن سكندري كوز. ممكن تبقى هو عنده هايبرتنس افكت اوف اذر دراجز زي الكورتيكوستيرويد، بيبقى ريزيستنت مثلا، عنده ريزيستنس عشان عنده سليب ابنيا. سليب ابنيا من الحاجات اللي بتعمل طبعا هايبرتنشن وبتعمل كور بالمونير وبتعمل هارت فيلير. ممكن يبقى عيان بياخد دواء عادي خالص زي الاس انهبيتور ده، بس معروف ان البيتا بلوكر الاربس اللي هو التارج والحاجات دي والاس انهبيتور لما العيان بياخدها هو بيبقى عرضة أكتر لأن هو يحصل له هايبرتنشن لو هو خد سولت، لو هو زود في السولت انتيك غير مثلا بيتا بلوكرز وغير الحاجات دي. فدي ميزة فيهم إن هو ده يعني مش ميزة، ده عيب فيهم إن هو العيان ده لما بيبقى واخد ماشي على اس انهبيتور يبقى هو المفروض يبقى أحرص من غيره على السولت انتيك كمان، يعني لأن هو لما بيبقى بياخدهم وبياخد سولت معاهم كتير بيعلوا الضغط بدرجة عالية. يعني ممكن يبقى عنده وايت كوت، حد يعرف الوايت كوت ريز للبلاد بريشر ده بيبقى ايه؟ هو بيبقى متوتر كده فهو في المستشفى فبيزيد البلاد بريشر في الميجرمنت ديت، بس هو في الطبيعي ممكن يبقى نورمال. ممكن هو تمام كده شاطر برافو. ممكن هو يقيس لنفسه في البيت او في اي مكان وهو يعني هادي، ما يبقاش متوتر من اللي قدامه من الوايت كوت اللي هو شايفه، يبقى عادي خالص البلاد بريشر بتاعه كويس ومظبوط او يعني عالي بسيط، انما لما يروح يبقى ايه خلاص هو داخل في يعني عن على الاقل في الدايستول 20 وفي السيستول 20 والدايستول 10. ممكن بقى تكنيكال فاكتور هو اللي بيقيس له، بيقيس غلط او الكاليبريشن بتاع الجهاز نفسه فيه مشكله، او عنده بقى مشكله زي ما قلنا ايه كرونيك كيدني ديسيز او كرونيك كيدني امبيرن. طيب انا عندي عيان بقى وعايزه اقنعه بتفكيري واقنعه ان هو ياخد الدراج ده مثلا او يبقى كومبلاينت او يعمل لايف ستايل موديفيكيشن او يعمل او يبقى معايا في اي تريتمنت انا همشي عليه، ايه بقى اللي يخلي العيان ده ان هو يقتنع ان هو لازم يعمل الحاجات دي او تفرق معاه او ان هو يعني يبقى كومبلاينت لها قوي؟ وطبعا اكيد انتوا خدتوا الهيلث بليف موديل قبل كده في الكوميونتي ويمكن كمان في الفاميلي، هو لازم العيان يبقى عنده ايه
الكوست بالنسبة له يبقى بالنسبة له أقل من البنفيت اللي هياخدها. هو مقتنع تماما إن أنا البنفيت اللي هوصل لها من الدراج ده بالنسبة لي هتبقى أحسن كتير من إيه؟ من أكتر كتير من الكوست اللي أنا بدفعها. ماشي؟ معنى مثلا إن هو لو العيان جاي هو أساسا حاسس إن هو low perceived disability، لأن أساسا مش هيجي لي المرض ده، أنا عادي أنا بقالي سنين وزني زايد وبقالي سنين كده، إنما أنا مش هيجي لي دايبيتس مثلا، عادي مش هيجي لي هايبرتنشن، ما عنديش حد أعرفه جاله يعني، وأنا إيه خلاص أنا مش ساسبت بالله. وفي نفس الوقت حتى لو جالي هيبقى خفيف، ما فيش low perceived disability، ان انا لو جالي حتى الديسيز ده انا ما عنديش مشكله، انا هو اساسا مش ايه مش هيبقى سيفير، لان انا إيه يعني كويس ومش للدرجه وكده. بعد كده خلاص انا قلت له لا ده هو انت اسسبتبل، وانت مثلا البلاد شوجر بتاعك بدا يعلى، بدا يبقى بوردر لاين، لازم تحافظ، لازم تاخد فود كويس لو جلايسيميك اندكس، ولازم تمشي، ولازم كل الحاجات بتاعت ايه الدايبيتس، وقلل الفات انتيك وكل الكلام ده. انما هو من جواه مقتنع ان هو مش سسبتبل، وان هو السيفيريتي بتاعت الديزيز لو جات له مش هتفرق، وان هو التريتمنت حتى لو هو خده انا مش هيبقى فيه افيكاسي للتريتمنت ده، لان انا عندي اصحاب كتير ماشيين على انسولين مثلا، ماشيين على ادويه هايبوجلايسيميك اورال، وما بيفرقش قوي معاهم، برضه سكرهم ملخبط، وبرضه وان هو حاسس ان هو مش هيقدر لو بريسيفد سيلف افيكاسي. فبالتالي هو بالنسبه له شايف ان الكوست هيبقى اكتر بكتير، اكبر بكتير من ان انا هاخد بنفيت معينه، او ان انا هقلل الديسيز ده، او ان انا ايه هيبقى ليا بنفيت تيجي تخصني. تمام كده؟ فده اسمه ايه الهيلث بليف موديل. لازم ان انا اقنع العيان ان هو يبقى خلاص هو مقتنع تماما ان هو البنفيت اللي هتجيله اكتر بكتير من الكوست اللي هو ايه هيدفعها. فمثلا ده عيان كده لو تقدروا تقروا الكلام، هو الدكتور عمال يقول له ان هو عنده ان هو هيمشي على بيتا بلوكرز، وان البيتا بلوكرز دي ممكن تعمل فاتيج، ممكن تعمل تقلل تعمل ديبريشن، تعمل امبوتنس، تعمل مش عارفه ايه، ماسك له السايد افكتس كلها بتاعت البيتا بلوكر وبيقولها له. وهو العيان حتى هو اجمع له كده في كلمه، قال له هيقلل الكارديك ريسك. ماشي؟ يعني حتى ما قالوش مثلا كارديك ريسك اللي هي هيبقى تفاصيلها كذا وكذا وكذا، بنخاف من الكروناري ارتري ديسيز، بنخاف مثلا من ستروك بعد شويه، بنخاف ما اتكلمش في حاجات حتى كبيره ان هي اوت واي ايه السايد افكتس بتاعت الدراج. فهو مهم ان انا لما اجي اتكلم مع العيان ان انا ايه اقنعه اوصله على الاقل خالص الريسك اللي هو فيه حجمه ايه، يعني قدام السايد افكتس بتاعت الدراج، قدام السايد افكتس حتى النفسيه له هو، اللايف ستايل موديفيكيشن اللي هو المفروض يعمله، لانه طبعا زي ما قلنا هي اللايف ستايل موديفيكيشن ايه مش بالحاجه السهله اللي هو يعني ايه اللي هو زرار هنتك عليه. فهو مثلا كان بياكل غلط، وكان ما بيمشيش، وكان ما بيعملش رياضه، وكان على طول ديبريسد، وكان كل الحاجات اللي هي دي اللي هي الغلط في اللايف ستايل اللي كلنا طبعا غالبا ماشيين عليها. فهيجي مره هو شيفت مره واحده ان هو يبقى مظبوط اللايف ستايل بتاعه كويس قوي اللايف ستايل بتاعه. فلازم ان انا اقنعه نفسيا ويبقى بالنسبه له البنفيت زي ما قلنا ايه اوت واي الريسك اللي هو ايه اللي هو هياخده من ان هو يعمل موديفيكيشن ده. ماشيه الدنيا كده ولا في حاجه واقفين فيها؟ هو احنا لحد دلوقتي انا دكتور ما فيش كلام جديد او كلام صعب لاقينه في المحاضره يعني. طيب كويس. أيوة هي محاضرة ظريفة ومهمة الصراحة، يعني هي ظريفة ومهمة أوي كلينيكال، يعني هو إحنا بالنسبة لنا كفاميلي ميديسن مهمة أوي بالنسبة لنا، إن إحنا جزء كبير من شغلنا غير الكلينيكال، يعني اللي هو إحنا عايزين للعيان هوليستيك أبروتش، بايو سايكو سوشيال أبروتش. فطبعا ده حلو بالنسبة لنا إن إحنا نعرف الموديفيكيشن. طب معلش حضرتك دكتور، ممكن مثلا في اخر المحاضره او في اي وقت يعني تبقى حضرتك تقول لنا الحاجات دي ممكن مثلا نضرب عليها عمل ازاي، او نطبقها أيوة ازاي، أيوة او هنشتغل عليها مثلا ازاي، لان الكلام كله انا شايفه معروف جدا يعني، او عندنا فكره بيه كويس قوي. طيب مش ما احنا انا ما قلتلكوش في الاول المحاضره ان شاء الله هنقسمها لثلاث اجزاء. اول جزء خالص ان هو ايه ان احنا هنتكلم كده زي ما انت بتقول على حاجات بسيطه خالص اللي هي الحاجات البيزكس بتاعت اللايف ستايل موديفيكيشن، اللي هو فعلا يعني لو انا قلت لكم قولوا مثلا كارديو واسكولار ريسك دلوقتي اللي هي السلايد اللي احنا فاتحينها، اكيد معظمكم هيجيب كلها، يعني معظمكم هيعرف يجيبها كلها، لان زي ما انت قلت هي كلام يعني ايه البسيط بتاع اللايف ستايل موديفيكيشن.
تمام كده. فاحنا ان شاء الله بعد ما نخلص الجزء ده من المحاضرة اللي هو يعني المقدمة البسيطة دي، عايزين نعمل رول بلاي، مثلا حد يبقى معايا، انا طبعا هبقى انا العيان، واوريكم بقى مثلا احنا الكوميونيكيشن هيبقى ازاي، هنتكلم ازاي مع العيان. حد مثلا هيسألني خلاص كأن انا عيان داخل، هيعمل معايا انترفيو كامل، وفي الاخر بقى ايه، هشوف مين مثلا لكم كومنتس على حتت معينة انت ما سألتش فيها او هو ما سألش فيها، ونقول المفروض كنا نسأل على ايه ونسينا ايه وكده، وانا نفسي يبقى ليا تعليقات على حاجات مثلا ما تسألتش او حاجات كده. انتوا طبعا الصراحة يعني هي الظروف جت وحشة معاكوا عشان الكوفيد والحاجات دي، ان انتوا مش هتشوفوا عيانين دايركت كتير يعني زي ما احنا كنا بنشوف او كده في ايامنا، بس بنحاول قدر الامكان يعني يبقى في ايه زي ما انت بتقول حاجة يعني على الاقل لها تدريب يعني. تمام تمام كده شكرا. ماشي. طيب يعني هنمد بقى شوية في المحاضرة ما دام الكلام سهل عليكم ماشي. فاحنا لو قلنا مثلا على كارديو فاسكولار ريسك فاكتور هنكلمها، هنقسمها لإيه، يا إما موديفايبل يا إما نون موديفايبل. تمام كده. الموديفايبل خلاص زي ما انتوا قلتوا، السموكينج، البلاد بريشر، سيرم ليبيد، ويست سيركمفرنس، نيوتريشن، فيزيكال اكتيفيتي ليفل، الكحول انتيك. النون موديفايبل اللي هو مش هيعرف يغيرها العيان، الايدج، السكس، الفاميلي، سوشيال هيستوري، السوشيو ايكونوميك ستيت، ده يعني ممكن يتغير في بعض الاحيان بس ايه طبعا مش في كل الاوضاع بيبقى سهل ان هو يتغير، فبيعتبر برضه من نمو الدفاع والريسك فاكتور. والبيهيفير طبعا اللي احنا قلناها اللي هي تقريبا معظمنا مطبقها، اللي هو مفيش فيزيكال اكتيفيتي، مفيش بريكفاست الصبح، سكيبنج بريكفاست، كونسيومينج سوفت درينكس، ايتينج فاست فود، مفيش فاميلي ميل، واحنا قاعدين طبعا بناكل قدام التلفزيون، فبتاكل كم كبير وبتاكل غلط، وهو دي كلها ايه، دي الكي بوينتس بتاعت الاوبيزيتي بيهيفير. طيب انا دلوقتي عندي العيان ده وعايز اغير، اعمل كونسلنج له، اكلمه واقعد ايه اغير معاه البيهيفير الغلط ده كله. فطبعا في كونسلنج ابروتشز كتير بالنسبه لنا في فاميلي ميديسن، زي مثلا ايه، اول حاجه فيها الفايف ايز، ودي اشهرها ودي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. بعد كده في حاجه اسمها فريمز، ستيج اوف تشينج، الباث. الفايف ايز حد سمع عنها قبل كده يعني بالنسبه لكم، معروفه او مسموعه ولا اول مره تسمعوها؟ لا يا دكتور، بس ما أظنش إن إحنا سمعناها قبل كده. ماشي. هي الفايف ايز دي اللي هي اول حاجه فيها خالص اسك البيشنت، ان انا مثلا هسال العيان، هنقولها مثلا على مثال زي ما احنا بنقول مثلا هو قال انت بتشرب الكحول، سموكينج، اكسرسايز. اول حاجه هسال العيان، طب مثلا لو هو سموكينج، مثلا لو احنا هنخليها في اتجاه السموكينج مثلا، طيب انت بتشرب كم سيجاره في اليوم، بقالك كم سنه، الكلام ده كله ادفايس. ان انا طبعا هبدا اعمل ان هو كويت سموكينج ده مهم قوي، واوقف السموكينج ازاي، وعنده الحاجات الفاسيلتيز اللي موجوده ايه، وكل الكلام ده اسس مهم قوي بالنسبه لنا العيان. ان انا يعني ان هو بالنسبه لنا في الفاميلي ميديسن، ان انا ما بقاش هو طريق واحد زي مثلا دكتور البطنه، ما انا هدخل له مثلا هيقول لي لازم تمشي على الدواء ده وحاول تعمل رياضه وخلاص شكرا كده. لا، انا بالنسبه لي كفاميلي ميديسن مهم قوي ليا ان انا اعمل اسسمنت للعيان، ان انا اشوف هو مثلا هيبدأ امتى، هو ايه الرود بلوكس اللي عنده اللي مخليه مش عارف مثلا هو يوقف. يعني ممكن ببساطة خالص انت تقعد تتكلم مع واحد وهو خايف عايز يوقف مثلا كويت السموكينج خالص، وهي كل مشكلته مثلا ان هو سمع ان هو السموكينج ده مثلا لما هيوقفه هيزيد، هيحصل له اوفر ويت، هيحصل له اوبيزيتي، مش عارفة ايه. فانت هتكلمه بحيث ان هو يعني ايه، تحاول انت تشوف الاجنده بتاعته، تشوف هو ايه الاوبستكلز اللي قدامه، ايه الحاجات الريوردز اللي هو ممكن تبقى بالنسبه له مهمه ان هو يوقفها. مثلا عنده طفل صغير، انا بتضايق من ساعه ما جه مثلا ابني عشان بدخن قدامه وانا عارف ان ده مضر له. فانت هتشوف ايه الحاجات اللي هتخليه عايز يعمل موديفيكيشن ده، وفي نفس الوقت ايه الرود بلوكس اللي قدامه تكلمه فيها. اسيست بمعنى مثلا ان انا هناخد مثلا يوم، مثلا بالنسبه للسموكينج بالذات مثلا مهم قوي ان انا يبقى في حاجه اسمها الكويتنج داي، ان انا اليوم اللي هوقف فيه خلاص هو العيان يبقى عارف انه بعدها خلاص مفيش سيجاره هيمسكها حد.
فانا مثلا يوميها هكلم العيان، هبقى سبورت ذو قبلها، هكلمه يوميها حتى تليفونيا واقول له النهارده الكويتنج داي، افكر تاني افكره امبارح مثلا بكره الكويتنج داي، خلاص احنا من اول بكره مفيش ولا سجاره خالص تحت اي ظرف، ماشي خلاص. انا قلت له، هو بدا وبدا ينفذ، وشاركته مع وشاركت معاه في البلان بتاعته، شفت الاجنده بتاعته، شفت هو اولوياته ايه، تمام كده. هبدا ان انا بعد كده ارينج، انا مش هعمل، انا كفاميلي ميديسن مهم قوي عندي، مهم قوي عندي ان هو يبقى فيه اهم من ان انا اعمل له الاسك والادفايس والاسيست والاسيست، ان انا اعمل ارينج للايه، للفولو اب بتاع العيان. يعني انا مش هسيب العيان كده، انا مش هنصحه واسيبه هو بقى يتصرف زي ما يتصرف، مشي على مشي على الدواء، مشي على اللايف ستايل موديفيكيشن، ما مشيش انا ما يهمنيش، لا انا كفاميلي فيزيشن مهم جدا بالنسبه لي ان انا اعمل ارينج الميتنج تانية، وان انا اشوف ايه فولو اب، اعمل فولو اب كويس للعيان. مش عارفة هو المفروض هيفصل دلوقتي الزوم ميتينج تقريبا، هو تقريبا هيطول ولا يعني، فصل ولا ايه؟ ما فصلش طيب الامر. هو هو طلع المفروض يفصل طلع لي رساله باتصاله قال تانية ان على هو، نفس اللينك. لا هو طلع لي رساله دلوقتي قال ان هو مالوش ليميت، مش عارف يعني معناها ايه. انا حسيت انه طلع لي رسالة انه قرب يقفل، يعني اخره 40 minutes. طيب يعني هو على العموم لو قفل هندخل تاني على نفس اللينك، او لو بقى ما دخلش او حاجة هحاول ابعت لكم لينك تاني برضو على ايه، على الكلاس ده. تمام انتوا معايا ماشية الدنيا سهلة زي ما بتقولوا؟ فعلا كلكم حاسين ان الدنيا سهلة كده؟ يعني اي حد مثلا في حاجة هو احنا مش بس واضحة بالنسبة له يعني مستنيين نعرف الحاجات دي هنعمل فيها ايه في الاخر يعني، هنسأل ازاي، ماشي. هنشتغل بص هو ازاي كده. انا والله هي مش، يعني هي مش مشكله سؤال، هو اللايف ستايل موديفيكيشن والجيرياتريك مثلا حضرتك النهارده دول، يعني هم مهمين عامه حتى في الكلينيكال بتاعك وبعد كده، يعني انت ما تشغلش بالك بالاسئله، يعني انت اساسا ممكن تكتبهم في اي سؤال، يعني انت جاي لك مثلا لا لا مريض هايبرتنشن. انا قصدي طيب اتفضل، قصدك لا في لا انا التطبيق؟ صوت وصل ده، اتفضل هاكل صوت بس طيب كان يعني وصل هو صح. في التطبيق، احنا طبعا في التطبيق زي ما قلنا هنعمل رول بلاي وهنمشي ستيب باي ستيب مع بعض. العيان مثلا جاي، هو مثلا عيان نون كومبلاينت خالص، هايبر تنسيف دايابيتك، هتاخدوا انتوا منه هيستوري، انا طبعا هبقى العيان ده، هتاخدوا منه هيستوري وهنمشي مع بعض ستيب باي ستيب، ونرجع نقول انت ازاي اقنعته مثلا في النقطة دي، طب سموكينج كان المفروض تتكلم على ايه زيادة كده، تمام. يعني هنبدأ نتكلم ونشوف بحيث كأن عيان بالظبط قدامك وانت بتعامله، وطبعا هنحاول يبقى كل واحد فيكم لو في بوينت معينه هو شافها ان هي مثلا ما ناقشناهاش حلو، مثلا اللي بياخد الهيستوري او اللي بيسالني او الفيزيكال اكزامينيشن او كده غفلها، هيبدا كل واحد ينبه العمل، الدور بتاع الدكتور يبدا ينبهه لايه، لو في حاجات بوينتس معينه انتوا شايفينها ناقصه، وانا في الاخر برضو هقول لكم على كل الحاجات الايه النقط المهمه، ولا انتوا ايه المشكله في اللي هي هتطبق ازاي اللايف ستايل موديفيكيشن، انا برضه مش فاهمه، يعني هي المشكله في الامتحان ولا المشكله في العمليا في الحياه، يعني هتطبق ازاي؟ يعني هو اللي هو يعني الواحد هيتكلم ازاي مع البيشنت والحاجات دي يعني، ماشي، خصوصا ما ان احنا احنا دي مع هناخدها هنعمل رول بلاي، يعني عاملين لها وقت من المحاضره، احنا معانا الوقت اليوم طويل اصلا، احنا مع بعض من 9 لواحدة، هي المحاضره بتاعت الجيرياتريكس اكبر شويه من دي، وطبعا املى من دي، فيها كلام عن دي كتير، فانا قلت ابدا بالخفيفه وايه، والرول بلاي برضه هنعملها للجيرياتريكس برضه، لان الجيرياتريكس ايه يعني جايبين كل حاجه هوليستيك ابروتش خالص للعيان، من كل حاجه، يعني بايو سايكو سوشيال هنتكلم يعني كتير فيها. ماشي، فخلونا ننجز في دي ونعمل الرول بلاي برضه، ونشوف انتوا عايزين ايه تاني، ونتكلم في اللي ناقصنا كله، في النقط يعني نغطيها كلها، ماشي. وفي الاخر برضو لو في حاجه معينه انتوا عايزين تسالوا عليها او عايزين نكملها، انا معاكم يعني مفيش مشكله. طيب خلاص، يبقى احنا قلنا كده، بس عشان هو لو قطع هحاول ايه، هشوف لينك تاني، او لو هتخشوا على نفس اللينك، لو مشيت خلاص يبقى كويس، نكمل كده لحد ما يطلعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول بعد كده، يبقى احنا قلنا كده ايه في اللي فات، قلنا اول اخر حاجه خالص اللي هو الفايف ايز، است ادفايس استيس 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 تو ايه، وارينج ارينج الايه، ارينج الفولو اب بتاع العيان، لان ايه انا كفاميلي فيزيشن العيان ده خلاص هو من اول ما يتولد، ما دام هو في الكاتشمنت اريا بتاعتي هو معايا لحد ما ايه ما يموت، او انا اموت او يمشي من المكان،
تمام كده. دلوقتي احنا قلنا ايه البحر؟ طيب احنا قلنا خلاص، انا كده قلت له هعمل ايه وهساعده ازاي، وقلنا مثلا كذا كذا موديل ان انا اعملهم بحيث يساعدوا العيان ان هو يعمل لايف ستايل موديفيكيشن ده. طيب العيان بقى نفسه هيعدي مراحل ايه عشان يحصل له الموديفيكيشن ده؟ طبعا ده انتوا اكيد خدتوه قبل كده في الكوميونتي، ويمكن في الفاميلي كمان، اللي هو الستيج بتاع البيهيفير. ماشي، خليني اديها لكم على مثال كده خاص بيا مثلا، ان هو ايه، ان انا إيه؟ احنا كاشخاص مثلا عامه كدكاتره قاعدين تقريبا معظم الوقت، قاعدين في عياده، قاعدين في بنذاكر، قاعدين في بيت، قاعدين في مكان وايه، ومش مضايقنا فكره ان احنا قاعدين وعادي بقى لنا سنين. دي اللي هي ايه، البري كونتمبليشن ستيج، اول حاجه خالص. انا ما بفكرش اصلا ان انا محتاج اعمل اكسرسايز، ما بفكرش ان انا فيزيكالي مش كويس، ما بفكرش في حاجه خالص. بعد كده ايه الكونتمبليشن ستيج، اللي هو الواحد مثلا بدا ايه يقول لا طب ما انا لازم اقرا واشوف، لا فعلا انا عارف اساسا كدكتور ان انا غلط كده، الفيزيكال اكتيفيتي قليله جدا، وان انا هيبقى عندي بقى مشاكل كتير، هايبرتنشن، مش عارفه ايه كل الحاجات دي، اوستيوبروزز، ركبنا وجعانا، مش عارفه ايه، لا احنا لازم نبدا ايه نعمل بريباريشن. فجيت مثلا انا كشخص قلت لا انا بقى ابدا اعمل فيزيكال اكتيفيتي بقدر الامكان، وابدا ايه حتى اللايف ستايل يبقى هو موديفايد تمام. preparation stage. طيب دي بتاخد بقى ايه next 30 days، قربت بقى شوية. اول واحدة دي pre contemplation، ايه ان انا لسه ان شاء الله بقى، ان شاء الله كمان 6 شهور كده، كمان فترة كويسة بقى ايه ابقى احاول ان انا اغير. دي ايه اللي هي contemplation stage، خلاص انا دخلت في مود ان انا هبدأ اغير، بس لسه قدامي بقى شوية، مريح نفسي ومدي نفسي ايه براح. ال preparation stage بقى ان هو مثلا ايه ال 30 يوم الجايين بقى انا هبتدي خلالهم ان شاء الله. فمثلا انا كشخص قلت طب ما احنا نخلي الفيزيكال اكتيفيتي بقى فيه ايه على الاقل فيه بيزكس، الوقت اللي عندي فاضي مثلا بودي الولاد التمرين، طب ما انا اطلع امشي بقى في التراك، الف شويه، وبدل ما بركن العربيه قدام المكان اللي انا رايحه، لا طب ما انا اركن بعيد بقى شويه خالص، وامشي مثلا 600 متر، امشي كيلو، امشي حاجه واروح. فدي ايه مرحله البريباريشن، خلاص انا رتبت نفسي ان انا هبدا ان انا ايه اغير بقى، لازم تغيير بقى، مش هينفع الوضع كده خالص. بعد كده بدأت مرحلة الأكشن، اللي هي إيه، خلاص أنا بدأت بقى، بقى لي 6 شهور أهو، إيه أقل من 6 شهور، وهبتدي خلاص في الأكشن بقى ستيج، بدأت أركن العربية بعيد وأمشي ومش عارفة إيه والكلام ده كله. هي أصعب بقى مرحلة خالص المراحل دي كلها، إن أنا أعمل إيه مينتنانس لللايف ستايل موديفيكيشن، لأن طبعا اللايف ستايل موديفيكيشن مش هيتغير بين يوم وليلة. طبعا على طول على طول ما أنا ماشية بالخطوات دي، كل ما أنا السيلف إيفيكاسي بتاعي بيزيد، ولو قدرت اعمل مينتنس ده معناها ان انا ايه خلاص سيلف افيكاسي، خلاص انا علي، انا كده خلاص عرفت ان انا امشي، يبقى السيلف افيكاسي بتاعي عالي جدا، وان انا خلاص كده انا عرفت ان انا اعمل مينتنس ومشي عليه. امتى اقول ان العيان ده منتين خلاص في الموديفيكيشن ده؟ لو هو قعد فتره اكتر من ايه 6 مانث، دي طبعا الستيجز تاني مكتوبه كلها، وزي ما قلنا كده البري كونتمبليشن خلاص موف توورد الثينكينج، الكونتمبليشن خلاص بدا بقى بريبيرنج اقرب خلاص للبريباريشن، بعد كده بريباريشن بدا ياخد خطوات ويجيب الادوات مثلا اللي هيعملها اللي هيستعملها عشان يعمل الفيزيكال اكتيفيتي، او عشان يعمل الدايت، او يغير الدايت موديفيكيشن بتاعه، او اي حاجه. بعد كده الاكشن خلاص هو بدا يعمل مينتين تشينج ده، المينتنس بنيته ماشي فيه، ايدنتيفيكيشن ايه التشينج ده، ان هو بنيته عامل مينتنس. يا مسهل ايه تاني يا ولاد؟ زي ما قلنا طب طبعا حضرتك هو قلت لو قعد اكتر من 6 شهور ايه؟ خلاص، يعني هو لو قعد اكتر من 6 شهور انا بعتبر العيان ان هو خلاص كده هو منتند ان هو عمل موديفيكيشن ده. طبعا نظريا هو ممكن يرجع، عمليا يعني واقعيا هو ممكن يقعد 6 شهور عامل موديفيكيشن ويرجع برضه تاني. يعني انا تكملت القصه دي مثلا، انا ركنت العربيه بعيد جدا عن مكان تمرين الولاد، ورحت خدتهم التمرين ورجعت، ركبت نسيت العربية هناك عند التمرين وراجعة، الناس هنا في البيت عمالين يقولوا لي أمال فين، في إيه، فين العربية، هي عطلت؟ فهو فعلا بيبقى صعب، يعني هي عطلت عربية إيه، لا ده أنا نسيتها هناك عند التمرين، نسيتها وروحت ماشي. فهو الإنسان عامة لما بيجي يغير حاجة في اللايف ستايل بتاعته بيبقى يعني بيبقى مش سهل وبيبقى صعب، وحتى لو عمل مينتنس 6 شهور وقدر إن هو ينجح إن هو يعمل مينتنس 6 شهور، لا هو واقعيا برضه ممكن يرجع في اي وقت لنفس السايكل تاني ويبتديها من الاول. فهي فكره ال6 شهور دي عندنا في حاجتين بالنسبه للبيهيفيورال تشينج موديل، عندنا في الاول خالص ان هو الكونتمبليشن ده هو خلاص نوى ان هو في الـ6 شهور الجايين ان هو هيغير،
وعندنا في المينترنس دي ان هو ايه خلاص كمل فوق ال6 شهور، انما الاكشن هي اقل من 6 شهور. يعني هو الاكشن خلال ال6 شهور ده هو في مرحلة الاكشن ستيج، ان انا لسه بغير وبعمل وبحاول اعمل موديفيكيشن. لو عدى بقى ال6 شهور نقدر نقول عليه ان هو دخل في المينترنس ستيج. وضحت كده الدنيا بالنسبة لك؟ ميرسي يا دكتور، شكرا. ماشي. وزي ما قلنا هو لازم يبقى بالنسبة له الكونز أو توي بروز عشان يقدر يعمل شيفتنج للإيه؟ للتشينج ده. دي برضو نفس الكلام، ده برضو نفس الحاجات اللي احنا قلناها بقى، اللي هي في الفايف ايز. احنا قلناها من خلال الفايف ايز، ان هو يبقى اشوف ان انا اقعد مع العيان اشوف الاجندة بتاعته. يعني هو ليه مثلا عايز يعمل مانجينج للديزيز ده كويس، ايه اللي مضايقه فيه، ايه الحاجات اللي مضايقاه في اللايف ستايل. هبدأ أعمل بروبينج كده للديزاير بتاعته، الابيليتي هو ايه قدراته، ان هو مثلا يقدر. يعني ممكن مثلا ببساطة خالص يبقى واحد عايز يعمل لايف ستايل موديفيكيشن وعايز يعمل فيزيكال اكتيفيتي، وكل المشكلة بالنسبة له ان هو مثلا ان هو عشان يروح يشترك في جيم ما عندوش وقت، ان هو عشان يشترك في جيم هيبقى فيه كوست عالي قوي بالنسبة له هو ما يقدرش عليها. فأنا أتكلم مع العيان وأشوف ايه الابيليتيز بتاعته، ايه الرود بلوكس اللي مضايقاه. ممكن بكلام بسيط كده وبروبينج بسيط لوضع العيان وظروفه كده انا اوصل معاه لحلول. تقدر تعمل تحل المشكله دي وتوصله ان هو يعمل موديفيكيشن بسهوله، غير ما هو كان متخيل ان هو هيبقى صعب وان هو هيبقى ايه كوستي له او كده. بدي طبعا بروفايدنج انفورميشن كتير قوي بعد ما اخلص دي كده، عشان لما نبتدي ان شاء الله الرول بلاي هتبقى ايه، هو ملخص يعني الانترفيو بتاع العيان هيبقى كده. هعمل له بقى بروفايدنج انفورميشن، هقعد اقول له طب انت عارف ان مثلا السموكينج اضراره كذا 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 كذا، وان نقص الفيزيكال اكتيفيتي هيزود عليك مثلا، يعني ان الفيزيكال اكتيفيتي ده والاكسرسايز يعتبر يعني المسل هي مثلا الحاجه الوحيده اللي بتستهلك انسولين من غير بتستهلك جلوكوز بلاد شوجر، يعني تقلل البلاد شوجر بتاعك من غير خالص انسولين. يعني حتى لو انت الانسولين بتاعك قليل هي تقدر تستهلك جزء من البلاد شوجر، فالاكسرسايز بالنسبه لك مهم جدا. ماشي. اقعد اعمل ايه انفورميشن، اقعد ادي انفورميشن طبعا بديها للعيان بطريقه بسيطه هو يفهمها من غير ميديكال تيرمز كبيره هو تضايقه يعني او تخوفه. او بعد كده ببدا اسمع هو رايه ايه وهو ايه الايدياز بتاعته كلها، وبعد كده اعمل سمرايزيشن لكل انترفيو ده، ونبدا نعمل ايه البلان اللي العيان هيمشي عليها ونعمل ايه واتابعه. طبعا اهم حاجه بالنسبه لنا في فاميلي ميديسن ان انا اتابعه، بعد كده نحط تايم فريم ونحط كل حاجة ونبدأ إيه أتابع العيان. طبعا في حاجات زي ما قلنا اللي هي بتعمل موتيفيشن للعيان إن هو يغير، زي مثلا الريدنس تو تشينج، تشينج دي الكومبوننتس بتاعها، تشينج الأمبلانس بتاعها، البيشنت كوميتمنت تو تشينج إز فايتال، إن هو يبقى نفسه هو نفسه يعمل التشينج ده، الكونفدنس بتاعته إن هو هيقدر يعمل التشينج ده. دي كلها حاجات معايا طبعا بوستيف إنها هتحسن الإيه، هتحسن الاوتبوت بتاعنا بتاع اللايف ستايل موديفيكيشن ده. وزي ما قلنا بعمل نيجوشيشن للاجنده بتاعت العيان، listening summarization ask open ended question، بدي العيان مساحه ان هو يرد. يعني هم لقوا ان معظم الانترفيوز مثلا بتاعت الدكاتره ان هو بيعمل انتربشن العيان بعد 16 ثانيه مثلا ما يبدا يتكلم، ومع ان هو لو زود مثلا 5 6 ثواني زياده للانترفيو هيفرق خالص مع العيان وهيفرق. يعني ساعات الواحد يخش الدكتور يبقى قاعد مثلا بقاله 3 ساعات مستني ان هو يدخل، واول ما يدخل يبقى الدكتور خلاص هو انا يعني قبل ما الواحد يرد هو بيرد عليه على طول بالسؤال بسؤال، ويبقى خلاص الواحد حاسس ان هو شويه والدكتور هيشيله بالكرسي يطلعه بره. وباصص كمان في السيستم بيعمل ريكوردنج للكلام اللي انت بتقوله، فطبعا ده كله ايه بيفرق مع العيان جدا. يعني انت تسيبه هو يقول هو عايز ايه، وتفتح له تسيب له اوبن اندد كويشنز وهو يتكلم، تبدا تشوف هو ايه المشاكل اللي مقابلاه، الريدنس بتاعه ايه للتغيير، تديله بقى الادفايس وايه وتتكلم بقى في الاخر. دلوقتي بقى عايزين نعمل اللي هي الرول بلاي ولا نديك وقت شويه؟ هي محاضره بسيطه يعني انا عارفه ان هي بسيطه خالص وكلام بالنسبه لكم هيبقى سهل قوي، بس على قد بساطتها دي على قد ما هي يعني مش هنقول لها لود كبير في الامتحان او لها لود كبير في الاسسمنت بتاعتكم، بس هي مهمه يعني عامه في اللايف بتاعتكم العمليه الكلينيكال بتاعكم هتبقى افكتيف يعني جدا.
تحبوا نعمل نشوف الرول بلاي نعملها، ولا تحبوا ناخد مثلا 5 minutes كده ترتاحوا ونرجع تاني للرول بلاي؟ ممكن نبدأ على بعض. ممكن نبدأ على طول. طيب تمام، مين بقى يحب يشاركنا؟ انا عايزه دكتور او دكتوره، مش عارفه واحد ولا اتنين يخشوا يعملوا انترفيو. ممكن نخليها على اتنين، يعني واحد يعمل الاول مثلا ونشوف، نحط النوتس لو في نوتس معينه عايزين نقولها، وايه حتى ممكن انتوا تكتبوها كده بحيث لما يخلص خلاص نبدا نقولها، ولو حد حابب تاني يعني يعمل ونعمل سيناريو تاني ما فيش مشكله خالص، انا معاكم في اي حاجه، المهم بس يوصل لكم ايه الفكرة بتاعت اللي هي ازاي يعني نعمل الميديكال انترفيو مع العيان وكده. مين يحب يبقى معانا يا دكاترة؟ اتفضل اتفضل يا محمد. طيب يا بص بقى، انت داخل اهو على عيان، والعيان ايه انت قاعد والعيان بقى داخل عليه. داخل عليا عندي يعني هبتدي الانترفيو من الاول؟ ماشي ابتدي بقى من الاول خالص، وايه وانا لو في حاجات مش هنوقفك برضه، هكمل انا معاك عادي وهكمل الرول بلاي كلها، وفي الاخر ايه نتناقش في البوينتس لو في بوينتس معينه ايه حابين نوضحها. خلاص اتفضلي اتفضلي قلبي. ماشي، حضرتك جاية ليه النهاردة؟ والله تعبانة شوية، بقالي يومين عندي كحة شديدة وتعبانة كده سخنة، يعني حاسة إن أنا سخنة. طيب، هي الأعراض دي ابتدت من إمتى؟ بقالي 3 أيام بس عمال أخد في حاجات مسكنات وحاجات كده، بس ما مش عارف. بروتوكول بقى على طول، بروتوكول كورونا، ما تفكرش. خش على بروتوكول كورونا على طول. طيب انا عملت اي تحاليل؟ حلوة قوي يا محمد. لا والله انا لسه جايه دلوقتي، انا لسه داخله، انا ما روحتش لحد، انا اول مره اشوف دكتوره اهو، بقالي يمكن شهر ما روحتش لحد. طيب، ممكن توصفي لي الكحه اللي عندك دي عامله ازاي؟ كحه بشرقه كده، بالذات اول ما اصحى الصبح اقعد اكح كتير. طيب، ما فيش معاها بلغم؟ معاها برضو شويه بسيط. تمام. طب انت خدتي حاجة للكحة دي او خدتي حاجة للسخونية؟ خدت للسخونية الأدوية، اللي هو الدواء الأصفر ده، اللي هو بيبقى ما أعرفش والنبي اسمه، ده عن بالي عشان ده فعلا هو واقعيا كده، يعني وانت تتكلم العيان يقول لك الدواء الأصفر الدواء الأخضر، ده طيب، على هو أرض الواقع جاب بيبقى نتيجة كده، ولا لا؟ يعني تنزل الحرارة شوية وترفع تاني. طيب، انا يعني مش عارف كده، اديلها اوديها تعمل بي سي ار بقى على طول. على طول انا مش على عارف طول، احلى انفستيجيشن فيهم كلهم. ممكن نسأل عن اعراض تنفس مثلا، في اي مشاكل في حلوة نقيس قوي. مثلا الاكسجين، وممكن سي تي الاول قبل البي سي ار. ماشي، كلام برضو كله كويس. ماشي يا راني، صح، احنا هنسأل على كل بقية الأعراض. طيب، في حاجة تانية مهمة في ال... يعني هو الدكتور محمد لما دخل ما خدش الأول اسم العيانة،
طب سنها؟ هو احنا اتخضينا بس اتفاجئنا كده بس ما ان هو هو بتبقى انا مفاجأة والله. بمثل يا دكتور المثال على السيء اخوانك. يعني لا ازاي ده بالعكس. مقصود يعني بس انا بمثل العيان اللي هو الواقعي، اللي هو هيخش فعلا مش هيقول حاجة خالص. ماشي طيب، مين عنده نقط ممكن يكون محمد نسيها في الانترفيو كده، ممكن يقولها لنا، بحيث ايه نجمع اكتر عدد يعني من الحاجات البوينتس. هو نفسه محمد اصلا لو يعني لو ركز تاني هيروح قايل حاجات كتير هو حاسس ان هو نسيها. ماشي يا اسطى، بيبقى فعلا في يعني هو طبعا في رهبة، وهو الكلينيكال عامة لازم تدريب فيه. صح، حد قايل برضه نسألها خالد أدوية إيه؟ أه توفان، شعرك توفان الأصفر ده غالبا هو بقيت أعراض الكورونا الأكسجين ساتوريشن. تمام طيب، مفيش بالنسبة لي مش مهم إن أنا أسألها في حالة زي اللي إحنا فيها، زي البانديميك اللي إحنا فيه ده، إن أنا أسألها مثلا هي شغالة فين؟ يعني ممكن تبقى هي بسيطة وحاجة بمنتهى البساطة، هي أساسا ممرضة في عزل، هي أساسا دكتورة تشيست، هي كده هي أساسا نايمة وقايمة وعايشة مع الكورونا. ممكن تبقى هي شغالة في مكان مثلا، والمكان ده كان فيه حد هي مخالطة له، وهي عارفة إن هو بوزيتيف مثلا. طيب تعالوا نجيبها كده نقطة نقطة. في حد بس عايز يضيف حاجة الأول قبل ما أبدأ أنا أقول لكم الحاجات البوينتس الأساسية اللي المفروض كنا نغطيها؟ لو في حد مثلا عنده حاجات معينة نغطيها غير اللي هو يعني الأعراض ايه والانفستيجيشن ايه وكده. دكتور، اصل بتاع السيناريو كلينيكال يعني بحت قوي، ما فيهوش يعني ما فيهوش اجزاء اللي هي بتاعت اه مش عارف. ايوه صح، اللي هو مثلا سايكوسوشيال، اللي هو الجزء اللي هو يعني ايه، بالظبط. ماشي تمام صح، اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو مثلا. تمام ماشي طيب، نبدأ كده، أبدأ أكلمكم كده خطوة خطوة كده بالراحة. طبعا هو أنا داخل عليا عيان زي ما قلنا كده، أنا يعني هكلم العيان داخل عليا. الأول هعرف نفسي، تمام، يعني هقول له مثلا أهلا وسهلا يا أستاذ فلان، أو يا حاج فلان، أو يا حاجة مش عارفة إيه. اسم العيان نفسه، عشان انا دي الاسم دي في حد ذاتها يعني مثلا بره في التكست والجايد لاينز وكده. يعني احنا هنا عندنا ما ينفعش مثلا يخش عليا عيان فاقول له اهلا اهلا ازيك يا محمد مثلا، وانا اساسا في ميل وهو ميل وهو راجل مثلا كبير في السن. عندنا الالقاب مثلا في مجتمعنا مهمه، في مجتمعات تانية على العكس من كده، ان انا مثلا لو دخلت واديته لقب معين يا استاذ يا دكتور معرفش ايه هو يزعل. يعني هو من ضمن الحاجات اللي بتخلي فيه يعني بريكنج للايس، وان يبقى العيان قريب مني، ان انا هنجيب اسمه عادي. ده في بعض المجتمعات، احنا طبعا عندنا ما فيش كده. مهم اي بالنسبه لي انا هقعد ازاي قدام العيان، الاي كونتاكت، ان هو مثلا ما يبقاش العيان بيتكلم مثلا وانا ايه زي ما قلت لكم مثلا مشغوله ان انا بدخل الداتا بتاعته على السيستم ومش بصله خالص، بساله وسايباه هو بيتكلم عادي. دي حاجة مثلا من الحاجات بتاعة البادي لانجوج مهمة بالنسبة لي، إن أنا هقعد هيبقى عيني في عين العيان، هبقى أظهر له إن أنا يعني إيه معاه، ماشي أكمل هيد نودينج كل شوية، تمام طيب ماشي. أنا بقول على الحاجات اللي هي الإسكس نفسها بتاعة الانترفيو، ما بتكلمش على الستيبس، أنا بتكلمش على الخطوات اللي أنا المفروض أخدها مع العيان. كمل، أيوه خير طيب، اللي هو يبقى إيه تون هادي كده، وفي نفس الوقت أنا مش مستعجلة العيان وإيه، وبوضح له ان انا مشاركاه، يعني ان انا معاه مش منتبهه في حاجه تانية، منتبهه معاه ومنتبهه مع كلامه، ان كلامه ده فارق معاه. تمام كده. فاول حاجه دي كده الاسكس بتاعتي وانا بكلم العيان، يبقى انا التون بتاعي مظبوط، ما بتكلمش بصوت عالي قوي او صوت هو مش سامعه، في مسافه بيني وبينه. هو يستحسن ما يبقاش بيني وبينه حاجه يعني في النص، ما فيش مكتب ما فيش كده. زي ما قلنا هننادي العيان باسمه، ولا مثلا باستاذ كذا، ولا يعني الدكتور فلاني، ولا يا عم الحاج. الكلام ده كله بالنسبه لنا احنا كمجتمع قلنا احسن لنا ان احنا لازم بنقول لقب، يعني بالذات لو في فرق في الجندر بين الدكتور وبين العيان. الاي كونتاكت، وقلنا البادي لانجويج، ان انا ما اقعدش مثلا كل شويه ابص في الساعه، ما اقعدش كل شويه او انا مثلا بكتب حاجه ومش باصص له خالص، او بدخل داتا على السيستم بتاع
المستشفى ومش باصص خالص لعيانة، أو بكلم مثلا حد تاني مش منتبه معاه. فدي كلها حاجات إيثيكال كده لازم تبقى إيه موجودة بيني وبين العيان. عمال مثلا أهز في رجلي مستعجل، عمال أقول هوف مش عارفة إيه الكلام، طبعا ده مفروغ منه. مهم كمان غير إن أنا هعرف نفسي، إن أنا لو في شخص تاني معايا في الأوضة لازم أعرفه هو مين. ما ينفعش العيان يخش مثلا ويلاقي 3 قاعدين في الأوضة وهو مثلا هيتكلم على حاجة خاصة بيه أو كده، وأنا أسيب عادي معرفش مثلا إن دي مثلا ممرضة أو إن ده مثلا دكتور تاني، أو خلاص هو هسيب العيان يخش ويتكلم وإيه ومعرفوش على مين اللي قاعدين هيشوفوه مثلا وهو بيعمل فيزيكال الإكزامينيشن بعد كده، أو هيسمعه هو الهيستوري بتاعه إيه. ماشي، يبقى ده بالنسبة إيه لاسم العيان. دخل العيان وقعد، أنا ما ينفعش أول ما يخش العيان برضه أقول له أهلا وسهلا أنت بتشتكي من إيه، إن هو العيان اللي داخل كده أكيد أكيد يعني هو ما يعرفنيش خالص، ولو حتى عارفني هو ما فيش يعني، يعني بيبقى فيه برضه خوف إن العيان يتكلم، بيبقى فيه أوبستكلز كده، أوبستكلز كده جواه إن هو يتكلم ويقول كل الهيستوري بتاعه. فأنا لازم أعمل بريكنج لكل الحاجات دي. ممكن مثلا سي إن أنا أعمل بريكنج بكلمة بسيطة خالص، حاجة عامة يعني، ما أقولش مثلا حاجة خاصة بيه، ما أقولش حاجة خاصة بالمرض، ما أقولش حاجة خاصة بالموقف اللي إحنا فيه، السيتويشن اللي إحنا فيه، لا أنا أقول كلمة عامة خالص. مثلا أقول مثلا أي حاجة، مثلا الجو النهاردة كويس أظن اتحسن شوية، وأنت جاي مثلا دلوقتي أظن جاي الدنيا بتبقى زحمة في أقصى وقت خروج المدارس مش عارفة إيه، أتكلم أي كلمة تعمل بس بريكنج للموقف ده، بحيث العيان يحس إن أنا فاميليار، إن أنا هيقدر هو يتكلم وهيقدر يسألني، وإن أنا شخص بالنسبة له فاميليار، مش حد يعني إيه، مش حاجة كده مخيفة يعني. معايا كده يا دكاترة؟ مع حضرتك كده. ماشي، يبقى احنا كده قلنا، انا حاسه ان مفيش حد معايا غير محمد اصلا. المهم يبقى احنا قلنا كده ايه، ان هو العيان دخل انا باخد اسمه بساله عن اسمه، بشوف يعني ضمنا هو ايه الاسم اللي هيريحه ان انا اعمل له كول بيه بعد كده اثناء الانترفيو او اثناء الكلام. بعد كده بعمل بريكنج بريكنج للخوف، وده بريكنج ان هو يعني داخل مش عايز يتكلم وخايف يتكلم، قلنا مثلا بكلمة اعتبارية زي مثلا الجو النهاردة حلو، والدنيا الجو متحسن، اخبار الدنيا ايه، مثلا انت جاي دلوقتي هتبقى الدنيا زحمة قوي، هتبقى الدنيا، بلاش برضو ايه نحط حاجات تبقى لودينج يعني عليه. تمام كده، يبقى انا كده ايه بدأت اتكلم مع العيان. بعد كده انا لما هاجي اتكلم بقى عايزه اعرف هو جاي ليه. اول حاجه خالص الكومبلين بتاعت العيان، يعني انت جاي النهارده ليه، اللي تعبك خير، وبرضه اعملها open ended question، اسيبه هو بقى يتكلم شويه، ده انا والله ايه تعبانه، عندي كحه مثلا وعندي مش عارفه ايه. طيب ماشي كويس، في اعراض تانية؟ خلاص انا بشوف، لا مثلا عندي سخونيه شويه، ماشي ما اخشش بقى ايه خدت دواء، ماشي كويس محمد قال لي انا خدت دواء، خدت دواء مثلا هو لونه ايه، لونه اصفر ولا اسمه ايه، ما اعرفش طبعا اسمه، معظم العيانين بيبقوا كده. طب عينه من امتى؟ بقى لي شويه، برضه العيان ما بيريحش، هو بيبقى عايز الدكتور يستنتج هو الهيستوري، يستنتج الفاميلي هيستوري، يستنتج الهيستوري بتاع العيان من يوم ما اتولد، ما بيبقاش عايز يقول حاجه، وحتى لو قال حاجه بيقول حاجه مش مفيده زي ما سمعته كده، انا باخد الدواء اللي لونه اصفر. طب بتاخده بقالك قد ايه؟ بقى لي حبه. هو بيبقى كده فعلا، ده واقعيا ده اللي بيحصل يعني، قليل لما تلاقي عيان يعني ايه عايز يتكلم وعايز يتجاوب معاه. فانت ايه بتبدأ تستنتج، خلاص هو عيان. طب احنا دلوقتي ايه سألنا على حاجات فيه فعلا شك ان هو يبقى مثلا كوفيد مثلا، وان هو بوزيتيف، او ان هو ان انا قلقان من كده. انا بقى مش هسيب بقى برضو كل الهيستوري بتاع العيان، في فاميلي هيستوري، في ميديكال هيستوري، في سيرجيكال هيستوري العيان، انا مش هقول هسيبه كله وخلاص، يبقى كل تركيزي على ايه، على الوضع اللي هو قدامي دلوقتي. طبعا هو اهم حاجه الوضع اللي قدامي دلوقتي، بالذات لو هو عيان جاي في emergency، يعني مثلا عيان جاي يقول لي مش قادر اخد نفسي خالص، او عندي chest pain سيفير وريفيرد لرقبتي وللليفت شولدر ومش عارفه ايه، وابص الاقي الفايتلز بتاعته كلها فيها مشكله، يبقى انا مش هداني بقى اخد هيستوري طويل قوي، على قد ما انا في الامرجنسيز الوضع مختلف. انا بتكلم لو هو عيان جاي او البيشنت كلينيك برايمري كير عاديه بتاعت فاميلي ميديسن او اي برايمري كير، وانا قاعده هستقبله ازاي. تمام كده، فهو دخل مثلا خلاص، هو محمد مثلا يعني انا مش بقول يا محمد ان انت يعني ما قلتش كويس او كده، لا طبعا هو كويس جدا، بس هو زي ما قلنا ايه ان هو الموضوع عايز ايه تدريب كتير.
هو دخل عيان مثلا، انا هساله عن الهيستوري بتاعه، مش ممكن هو اساسا يكون عيان سي او بي دي، وطبيعي لو العيان ده اللي جاي ان هو كل شويه بيجي له اكسسربيشن شويه ويكح شويه تمام، او اي دور برد هيزيد عليه الاعراض، وده هيزيد الكحه وكده. فانا هساله عن الميديكال هيستوري الاول بتاعه، يعني مثلا انت عندك اي امراض يا عم الحاج، عندك مشاكل ايه؟ طيب اه ده والله ده انا عندي مثلا انا دايابيتك، يعني كنت مستنيه ما تسأل هقول مثلا انا دايابيتك، اه عندي سكر طب منظمه، طب بتاخد ماشي على ايه مثلا؟ اول حاجه ماشي على دواء كده مثلا باخده بالبق مثلا امريل، ما خدتش انسولين، والله في واحد قال لي المفروض ياخد، اصلا انا مش مظبط خالص السكر، اصل هو بيعلى جدا، مره دخلت المستشفى. طيب عندك ايه مثلا تاني؟ انا هايبرتنسيف. طيب ضغطك بيبقى كام؟ طب تعالى هنشوف الضغط المفروض بيبقى كام عندك على طول. طب الأدوية اللي أنت ماشي عليها ما جبتهاش معاك، طب وريها لي، لأن طبعا هنا معظم العيانين يعني أو كتير منهم هيبقوا لا هو ما بيقروا ولا هما بيكتبوا، فطبعا مهم بالنسبة لنا إن إحنا يعني إيه لو معاه دواء نشوفه، لو كده تبدأ تستنتج أنت حاجات من كلامه، هو من ثنايا كلامه، هو مش هتبقى الدنيا سهلة زي ما هو مثلا الموضوع ريكوردد، وفي ميديكال ريكوردز مثلا الكترونيك ريكوردز، أنت بتفتح السيستم تشوف كل حاجة عن العيان من يوم ما اتولد، لا مفيش كده طبعا هنا عندنا، ولا في الامكانيات دي لسه خالص. المفروض الفاميلي ميديسن والفاميلي فيزيشن يبقى عنده كل الداتا دي، طبعا مش مطبقه لسه الحاجات دي عندنا. فهتساله مثلا طب انت دايابيتك بقى لك كام سنه؟ طب دخلت قبل كده عندك كومبليكيشنز معينه؟ طب نظرك؟ طب الحاجات بتاعه الدايابيتس كلها هتبدا تسال فيه. هايبرتنس. طيب هتبدا تسال على الهابس بقى اللي هي ايه بتاعه العيان نفسها اللي احنا كنا بنتكلم عليها النهارده. طيب انت مثلا بتدخن يا عم الحاج؟ اه بدخن والله، ده انا بشرب مثلا علبتين في اليوم. مستنيه مثلا انت تسالني مثلا طب التدخين؟ اه بشرب علبتين، ده انا حتى مثلا ايه في بعض الاوقات والله يا دكتور والله خلاص بلاش مثلا، هو العيان وهو بيتكلم بيبقى فعلا كده، هو هيزيتيتد ان هو يتكلم ويقول كل حاجه، فساعتها لا انا همسك الكلمه دي، مش هقول له لا هو لازم تقول لا، بس انا نفسيا هحاول اظهر له ان هو لا يعني معلش، طب معلش اه ساعات ايه كنت بتقول؟ مفيش مشكلة اقول يعني، قول انا هعرف هسمع منك يعني ايه كنت ساعات بتقول ايه؟ يطلع مثلا ان ساعات انا ببقى في رمضان ومش قادر مثلا، فبضطر ادخن سيجارة سيجارتين وانا صايم. آه فانت تعرف مثلا تاخد هنت ان هو ايه العيان يعني ايه يعني واصل لدرجة مثلا في السموكينج ان هو بي ايه؟ ان هو اوفر بقى سموكر خلاص، ان هو مثلا طب انت بتشرب كام علبة؟ طب مش عارف ايه، وتشوف السموكينج اندكس بتاعه. ماشي، يبقى ده كده ايه في الهيستوري النقط يعني ايه الاساسيه. طيب الاكل بتاكل ازاي؟ اللايف ستايل بتاعك فيه مشي؟ لا ده انا مثلا شغال في مكتب وما بتحركش من مكاني، هو على طول انا قاعد، ما بتحاولش تعمل اي رياضه او اي اكتيفيتي؟ لا مش قوي والله. ماشي، فانت هتسال برضو ايه على حاجات اللايف ستايل، لان احنا زي ما احنا قلنا الفاميلي ميديسن بالنسبه لنا احنا مهم قوي لنا الهوليستيك ابروتش. طيب انت هتبدا تشوف العيان ده، انت قاعد لوحدك، انت عايش لوحدك ولا معاك اسرتك، مش عارفه ايه الحاجات اللي فيها سوشيال سبورت، دي مهمه طبعا في امراض كتيره، وزي ما هناخد في المحاضره الجايه ان شاء الله في الجيرياتريكس برضه مهمه جدا بالنسبه لنا السوشيال سبورت بتاع العيان اللي هو كبير في السن، اللي هو اساسا مش عارف يقوم من مكانه، اللي هو لو وقع في الارض مش هيعرف يقوم، ده مهم قوي لنا مثلا ان احنا نعرف الفاميلي بتاعته ايه اللي حواليه والسوشيال سبورت ايه. طبعا انا بكلمكم عربي كده قوي عشان تبقى الدنيا يعني ايه واضحه بالنسبه لكم. تمام يا دكاتره، انا عايزه بعد ما يعني ما نتكلم كده على الانترفيو البوينتس الاساسيه فيه، نحاول نعيد تاني كده برضو، حد يدخل ويعيد معايا تاني، نعمل رول بلاي تانيه صغيره كده لايه العيان تاني حتى خاص بتفاصيل تانيه، ونبدا ايه نشوف ونبدأ نشوف يعني الدنيا اتحسنت وفهمتوا البوينتس الأساسية ولا لأ. نقول إيه بقى تاني؟ خلاص يبقى أنا دخل لي العيان، قلنا خدنا اسمه وفهمت ضمنا هو عايزني أنا دي إزاي، يعني أقول له مثلا يا أستاذ كذا يا دكتور كذا، فأنا من عيانه من طريقته من رد فعله ما هقول اسمه. تمام كده، بعد كده بعمل بريكنج للقعدة دي، هو ما يخشش برضه يبقى العيان خايف مني ومصدوم من الموقف وهو مش عارف يتكلم، فهبدأ أخد مثلا ديستراكشن كده العيان في مكان تاني خالص بعيد عن الجو اللي هو جاي يكشفه إن هو تعبان وإن هو جاي يقول عنده إيه بالظبط، خلاص أكلمه في حاجة عامة زي ما قلنا.
بعد كده هبدأ أخد منه بقى اللي هي الكومبلين الأساسية اللي هو جاي بيها، بتشتكي من إيه، والكومبلين دي قلنا هنقسمها بقى طبعا زي الحاجات البطنة العادية، الأنست، الكورس، الديوريشن بتاعها بقى له كام يوم، طب بتزيد طب بتقل بتتحسن بتمشي على دراجز، ايه الحاجات العادية. انا بتكلمش في البوينتس الأساسية اللي هي الميديكال العادية، انا بتكلم برضو ايه من وجهة نظر الفاميلي، ايه ميديسن ابروتش اللي هي الحاجات اللي ايه اللي بتفرقنا شوية عن الكلينيكال العادي. تمام خلاص، انا كلمته وسألت على الكومبلينت دلوقتي ايه الكومبلينت اللي هو جاي بيها، بعد كده هسأل على الهيستوري بقى بتاعه، مهم دي طبعا انا اعرف الفاميلي هيستوري، اعرف الفاميلي هيستوري مثلا، لان في حاجات طبعا معروف انها جينيتك وبتفرق فيها الفاميلي هيستوري. هسأل بقى على حاجات اللايف ستايل كلها، السموكينج الكلام ده كله. خلاص انا كده الى حد ما، مهم قوي برضه بالنسبه لي بقى هو جاي بحاجه هي احنا حاسين ان هي كوميونيكابل، يعني مثلا هو جاي بحاجه احنا شاكين ان هو كوفيد او اي حاجه تانية عاديه بقى، انفلونزا، اي حاجه من الحاجات دي، ماشي. فمهم ان انا اروح سأله بقى، يعني انت شغال ايه، انت تعرضك ايه مثلا اخر فتره، ما تعرضتش لحد كان عيان، عارف ان هو عيان مثلا عنده كوفيد، هيقول مثلا لا والله ده وانا قاعد في المكتب كده كان زميلي اللي جنبي مثلا عنده حد في العيلة مشكوك وطلع بوزيتيف ودخل المستشفى ومش عارفة ايه، فخلاص فانا مخي هيروح اكتر للاتجاه ان انا ايه زي ما قال كده محمد، ان انا استبعد بقى اشوف بقى انفستيجيشن زيادة او اكزام او الاول الاكزامينيشن بقى الفيزيكال اكزامينيشن الاول بتاع العيان، هروح اشوف ابسط حاجة خالص، هقول له طب معلش اتفضل بقى يا عم الحاج، احنا برضو عايزين ايه نطمن عليك كده، اتفضل هنا على الشيزلونج وشوف كده وهنبدأ ايه نطمن عليه. هبدأ اعمل بقى اكزامينيشن مثلا، هو رايح في اتجاه الشيست اكتر، هشوف هسمع صدره، هعمل البركشن بتاع الشيست، الحاجات اللي انتوا اكيد عارفينها وخدتوها، هشوف مثلا هو في رونكاي، في رالز، في اي حاجة انا سامعاها. تمام ايه تاني، ده ما يمنعش طبعا اني هعمل جنرال اكزامينيشن العادي، هشوف لو في بقى لور لمب اديما، في الحاجات العاديه بتاعت البطنه اللي همشيها ستيب باي ستيب بحيث ما انساش حاجه، هشوف البلاد بريشر، هشوف الحاجات الايه الاساسيه خالص بتاعت العيان. خلاص انا عملت الاكزامينيشن، هو اصلا يعني الدكتور الكويس يعني لحد ما مجرد ما ياخد الهيستوري بتاع العيان، يعني انا شفت العيان كده وهو داخل عليا ببدا احط في بالي مثلا ايه كذا احتمال، في عيانين وهم داخلين انت ممكن تشخصهم ان هم داخلين من على البيت، بس خلاص انا على الاقل مثلا لو انا مثلا خلاص خدت الهيستوري بتاع العيان واتكلمت معاه وخدت واخد هيستوري كويس مظبوط جدا ومش ناسي حاجه فيه، فعلا الواحد وهو قايم هيحط ايده على العيان بيبقى الى حد ما خلاص رايح هي بوينتس معينه هيشوفها عشان تاكد له التشخيص اللي هو وصل له، او تاكد له هو يعني الاحتمالات اللي هو حطها تمشيه في احتمال منه. انما لو انت قايم بقى كده من على المكتب بعد ما خدت الهيستوري بتاع العيان وخلاص وهتروح تعمل فيزيكال اكزامينشن وانت مش مخك ديفرنشال دايجنوزز مثلا بين 3 او 4 حاجات، انت هتروح تستبعد مثلا 2 منهم او هتستبعد 3 منهم وتاكد الرابع ده، يبقى يعني انت غالبا كده مش هتوصل دايجنوز كويس مع العيان. تمام كده انتوا معايا ولا الدنيا مش واضحه بالنسبه لكم؟ بتهيألي الكلام سهل وواضح بالنسبه لكم، ولا في حد حاسس فيه مشكله؟ معايا يا دكاترة؟ اه تمام يا دكتور. طيب ضايف له حاجة الكلام، ولا حاسين ان هو كلام بالنسبة لكم يعني مش، طبعا هو بالنسبة للانترفيو اللي عملها محمد وبالنسبة للكلام اللي احنا بنقوله ده كله حتى بعد ما هنقوله، يعني هيبقى برضه في شيء ان انتوا لازم العيانين يعني لما تشوفوهم هيبقى الوضع برضه مختلف، لان هو الواحد يعني هي الموضوع ممارسة اكتر منه ايه كلام، يعني اكتر منه كلام هنقراه او هنقوله او كده، بس احنا بنحاول قدر الامكان ان هو عشان الظروف الكوفيد والحاجات دي ان احنا يعني ان سلامتكم اكيد قبل اي حاجه، يعني حتى لو احنا هنجازف بدرجه مش هنقدر نجازف زي ما يبقى الوضع طبيعي، يعني هتشوفوا عيانين كتير وهتقابلوا كذا عيان وهتروحوا كذا مره، وطبعا احنا بنحاول بقدر الامكان تبقى الدنيا ايه مقبوله، يعني او على الاقل عندكم بيزكس في مخكم تقدروا تتصرفوا من خلالها، يعني كلنا نتمنى ان الوضع كان يبقى احسن من كده وربنا ان شاء الله يحلها قريب يعني، بس هي الظروف طبعا. ماشي يبقى احنا قلنا كده خلاص احنا كده ماشيين كويس لحد ما احنا مثلا ايه خلاص انا داخله اعمل فيزيكال اكزامينشن العيان حاطه في بالي كذا ديفرنشال دايجنوزس من السيناريو اللي هو قاله من الهيستوري اللي انا ايه خدته من العيان،
هبدا اعمل بقى ايه بروبينج العيان، ابدا اشوف ايه اكتر حاجه مثلا مضايقاه في السيمبتومز، مثلا ممكن يبقى هو اللي مضايقه مثلا ان هو مثلا ايه عنده مثلا شغل كتير ومش قادر يروح، وان هو مثلا شغال عيان فقير مثلا او غلبان شغال باليوميه، فاليوم بتاعه بيفرق. انا اتكلم مع العيان وابدا اعمل بروبينج لكل المشاكل اللي مقابلاه، ايه اكتر سيمتوم مضايقه، ايه اكتر حاجه عنده في حياته مثلا في اللايف ستايل بتاعه صعب قوي ان هو يغيرها ومهم ان هو يغيرها، ايه الاوبستكلز بتاعته والرود بلوكس اللي واقفه ان هو يغير الشيء ده. تمام، ده كلها زي ما احنا قلنا الحاجات اللي انا همشي فيها هتكلم فيها في الهيستوري مع العيان، وقلنا بندي اوبن اند كويشنز هو يبدا ايه يرد عليا وانا اسيب له مساحه ان هو يتكلم ويرد وكده، نشوف بقى زي ما قلنا الاجنده بتاعته واولوياته والكلام ده كله. طيب في بقى بعد كده انا المفروض هدخل على مرحله الانفستيجيشن، لان طبعا مهما عملت كلينيكال اكزامينيشن في حاجات لازم هيكمل فيها انفستيجيشن. هو مثلا محمد لما اتكلم او مش عارفه مين اللي كتب لي ان احنا ممكن نعمل بي سي ار وممكن نعمل ايه سي تي ونشوف الاكسجين، كلها حاجات طبعا ايه كويسه، بس احنا بالنسبه لنا برضه في الفاميلي تاني مهم اي بالنسبه لي الكوست بينيفيت، يعني انا ما ببداش باقصى انفستيجيشن في الكوست بتاعته، لان احنا برايمري كير في الاول ولا في الاخر، احنا كده كده كبرايمري كير مهم بالنسبه لي اوصل لدايجنوز واوصل لاقل انفستيجيشن، او اوصل يعني دايجنوز باقل انفستيجيشن واقل كوست، لان هو من اهم مزايا البرايمري كير ان انا يعني ايه ما اعملش انفستيجيشن نوت نيدد او هتبقى عاليه قوي او هتكلف الهيلث بتاع البلد بيردن زياده هو ممكن انا ايه اشيله من عليه. فانا مثلا عيان ده بدل ما هبدا مع البي سي ار خلاص انا ممكن اعمل تشيست اكس راي مثلا، هو طبعا مش انديكيتيف قوي او مش هيبقى بروجنوست دايجنوستيك قوي بالنسبه لي، بس يعني ممكن كبدايه ممكن اعمل سي بي سي مثلا، ابدا بالحاجات يعني انا ببدا ستيب وايز كده، ببدا بالحاجات اللي هي اقل تكلفه وفي نفس الوقت ممكن ايه تديني، اعمل سيرم في الروتين، اعمل دي دايمر، دي دايمر برضه غالي يعتبر، بس يعني ممكن من الحاجات اللي هي على الاقل هيبقى اقل من البي سي ار كتكلفه او كايه او كبيردن على الهيلث انشورنس اللي هو تبعه او اي حاجه من الحاجات دي. تمام كده، يبقى هبدا ايه ستيب وايز خطوه خطوه الحاجات الاقل تكلفه اللي هي ممكن تديني، طبعا تبقى لازم تبقى ايه كونكلوسيف، يعني مش مثلا هعمل حاجه اقل تكلفه هو جاي انا شاكه ان هو مثلا كوفيد او ان هو حاجه كده، هقول له روح اعمل لي راندم بلاد شوجر مثلا او هيموجلوبين اي 1 سي معلش، عشان ايه هي يعني حاجه هتبقى كونكلوسيف ليا في الدايجنوز اللي انا ماشي فيه. ماشي، مرورا بقى باني اوصل مثلا انه يعمل سي تي، مرورا باني اوصل انه يعمل بي سي ار حتى خالص، واشوف ايه اقصى حاجه في الانفستيجيشن ايه بتاعتي، وهوصل بالعيان للدايجنوز بتاعي خلاص. تمام، عملت له ريفيرال، راح للمعمل وراح للراديولوجي، عمل الانفستيجيشن المطلوبه. انا بقى كفاميلي فيزيشن مهم جدا بالنسبه لي ان هو العيان يرجع لي تاني، انا همشيه اصلا مش همشيه هو هيمشي لوحده كده، لا المفروض في بقى الصح يعني في ريكوردينج سيستم مظبوط وفي ريفيرال سيستم، انا بعمل له ريفيرال لو هو مش عيان ايمرجنسي خلاص بيروح لوحده بالريفيرال ليتر ده، لو هو عمل عيان ايمرجنسي وكده هيروح مع بامبلانس مثلا مع حد مصاحب له نايب مثلا او حاجه. وانا العيان بتاعي كفاميلي فيزيشن مش بيمشي وخلاص، يعني هو بيمشي لازم معاه ريفيرال ليتر بالمكان كويس للسبيشاليست هو رايح له، انا محدداه اوفر عليه التايم لوست في الديبارتمنتس بتاعت المستشفى اللي هو رايحها، بدل ما يقعد يلف ويقعد يعمل انفستيجيشن ملهاش لازمه ويبقى بيردن زياده له كتايم وككوست وعلى المنظومه كلها الصحيه، انا ايه بقلل البيردن ده قدر الامكان، انا مودي ريفيرال. طيب خلاص هو راح وعمل ريفيرال راح للعيان راح للسبيشاليست اقصد اللي هو رايح له انا حددته له خلاص، هو خد وعمل انفستيجيشن مطلوبه، السبيشاليست بقى خلاص هو هيكتب له مثلا الحاجات المطلوبه او البروتوكول المطلوب او الدراجز اللي هو المفروض يمشي عليها. انا بقى كفاميلي فيزيشن دوري ان هو يرجع لي كمان بعد ما يعمل الريفيرال ده ويخلص خلاص اللفه بتاعته عند السبيشاليست وعند الانفستيجيشن، لازم هو يرجع لي تاني عشان الفولو اب بس. فاحنا دي البوينتس الاساسيه بالنسبه لنا كفاميلي فيزيشن، ان انا يعني العيان بتاعي خلاص انا ما بسيبهوش، هو خلاص راح وخد البروتوكول او يعني راح وعرفنا خلاص هو تشخيصه ايه، يرجع لي بقى خلاص انا هسيب له انا هتابعه بقى في المانجمنت بتاعه هو ماشي ازاي ستيب وايز كده معايا، خد النهارده خد الادويه ولا لا،
لو حاجة مثلا محتاجة موديفيكيشن زي ما كنا بنتكلم كده طول المحاضرة، اللايف ستايل ماشي عليها ولا لأ. ده هو حتى دلوقتي بدأ يبقى فيه، يعني أكيد أنتوا عارفين في أبليكيشنز ينزلوها هم العيانين على الموبايل. طبعا دي طبعا أبعد ما يكون عننا لسه دلوقتي، بس إن هي مثلا فيها ألارمينج للعيان، إن هو مثلا عنده النهاردة فولو قبل كذا، عنده مثلا النهاردة سكيدول تطعيم معين، مثلا هيجي ياخد فاكسينيشن لحاجة معينة، يفكروا إن النهاردة مثلا ميعاد الفولو أب، مثلا لو هو دايبيتك للفوت مثلا اكزامينيشن، للفاندس اكزامينيشن. ففي طبعا ابلكيشن وفي حاجات كتير قوي للعيان تفيده جدا، وفين يعني نتمنى ان احنا نوصل للحاجات دي في يوم من الايام، يعني بتسهل وبتحسن طبعا قوي الفولو اب، وبتحسن العيان نفسه، وبتحسن الكوست بتاع العيان حتى، يعني الكوست يعني بتاعه على البلد يعني. بس طبعا ايه، نتمنى ان احنا في يوم من الايام نوصل لكده. بس فده الملخص بتاع الانترفيو لأي عيان هيجي لي. طبعا زي ما قلنا في الأول إن هو يبقى عيان إيه، مش إمرجنسي، كل الكلام ده على عيان جاي في البرايمري كير والدنيا ماشية إيه ستيبل، يعني مفيش مشكلة إن أنا يعني أجري إن أنا ألحقه في إمرجنسي أو في حاجة. طيب حابين، أنا يعني أنا محبذة إن إحنا نحاول نعمل رول بلاي تانية ونراعي فيها البوينتس دي كده، يعني اللي هيبقى معايا فيها إيه يحاول يغطيها قدر الإمكان، بحيث تبقى يعني ثبتت إن إحنا إيه، إن إحنا ما بن يعني بنوقعش حاجة كبيرة منها يعني. ولا أنتوا رأيكم إيه؟ معايا يا دكاترة؟ تحبوا يبقى في رول بلاي تانية كده توضح الدنيا وتوضح الصورة لكم، ولا الدنيا كده ايه؟ دكاترة رجعتوا نمتوا تاني يا جماعة ولا ايه؟ انا طلعت اساسا ولا في ايه؟ طيب هتحبوا ايه؟ تبقى في رول بلاي كده تاني. هو كده كده في كويشنير كده بسيط انا عاملاه لكم برضه تحلوه. هنحله دلوقتي يعني، هتحلوه كده individualized كل واحد لوحده، ما ملوش درجات برضه، ملوش حاجة، هو بس ايه تقييم بس انتوا وصل لكم ايه من المحاضرة. تحبوا نعمل ايه؟ هو احنا الـ evaluation ده المفروض نبدأ دلوقتي؟ هو انا لسه ما بعتهوش، هو المفروض هتحلوه دلوقتي، وزي ما بقول كده هو مش يعني مش عليه درجات، هو تقييم لكم يعني. خلاص عادي، ممكن نعمله دلوقتي. يعني بقى كده نحاول نبعته. طب انتوا ايه، فواصل لكم الدنيا ولا ايه يا رانيا؟ اه يا سهلة بالنسبة دكتور، لي. هو لطيف، موضوع لطيف، وهو يعني هي الفكرة ان انت مثلا لما هيجي لك عيان هايبرتنسيف خلاص، هو انت يعني ده هيبقى في الباك جراوند بتاع اي عيان، هيجي لك اي عيان هيبقى ده في الباك جراوند، هو مش موضوع جديد يعني، ولا هو موضوع صعب، بس هي النقط دي لازم تبقى في بالكم يعني كويس، وانتوا ايه بتقابلوا اي عيان. كان على ايه، ثواني كده اشوف لكم انا كنت حابه الام سي كيوز دي اللي انا هبعتها لكم تحلوها، كنت حابه ان احنا نعملها الاول يعني كل واحد يحلها لوحده individualized كده، وبعد كده هخليكم اقسمكم مثلا جروبس وتحلوها. هي بسيطه حتى يعني، لما تيجوا تحلوها هتلاقوها سهل، تبداوا ترجعوا تحلوها تاني في جروبس ونشوف كده الفرق، عشان يوصل لكم يعني فرق التيم ورك عن الاندفيدوالايزد
work. مش عارفة بقى الوقت معاكم ايه، بالنسبة لي ما فيش مشكلة، انا معاكم. اللكتشر دي تخلص 11 تقريبا، فاحنا لسه قدامنا وقت صح؟ فانا حابة يعني، هي اصلا هم 10 اسئلة والدنيا سهلة اوي، هتلاقوهم كلهم في اللكتشر اللي احنا قلناها، تبقى سهلة يعني. اشوف اللينك بتاعها، انا مش